وانت كتجول في احياء مدينه مراكش كتكون في جوله في الامكنه والازمنه وفي التاريخ الكبير والقديم لبعض الحومات والحديث في بعض الاحياء، وما بين حومه وحومه احداث ومميزات خلات كل وحده منهم بطابع خاص وميزه ممكن كاع تولي لقب لهذيك الحومه. وانت كتدور في حومة القصور راك كتجول فعلا في حومة ديال الرقي في الرياضات والديور الفخمة اللي بحال القصور، وكتجول في حي اللي تشهر بسبب بزاف ديال الشخصيات اللي عاشوا فيه واللي معروف حتى بتقاليد متميزة بحال الختانة ديال الدراري الصغار في عيد المولد النبوي في ضريح الغزواني مول القصور وهو سادس رجالات مراكش. حي القصور وقعت فيه بزاف ديال التغيرات والتعديلات بسبب الظروف اللي عاشتها مراكش، حيت كان الحي من اول الاحياء بالمدينه اللي تاثر بانقلابات وتغيرات سياسيه بسبب القاده والاطر اللي كانت متواجده فيه انذاك. ومن بعد تشييد حي القصبه في عهد المنصور الموحدي تحول ليه كاع اصحاب النفوذ بسكان حي القصور، وتحول مراها هاد القصور في الحي لديور عادية كتسكن فيها عامة الناس. ومن سكان حي القصور المشهورين كاين المغاريين أهل زاوية تمصلحت والبوكيليين والقاضي عبد الله بن محمد الهرقي. ومن بعد هاد الشخصيات تحولت الحومة الحي ديال مختلف الطبقات الاجتماعية اللي خرجوا منها بزاف ديال الأطر والمثقفين قبل ما تولي من أهم المدارات السياحية حاليا بسبب تحول بزاف من رياضاتها لدور ضيافة ومطاعم والأزقة ديالها لأماكن عامرة بالبازارات والمحلات السياحية.